أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مجددا في هذه التغطية الحية والمباشرة لتغطية وفاة فقيد أمير الإنسانية وفقيد الأمة العربية والإسلامية حضرة صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. مشاهدينا يسعدني أن أستضيف معي في الاستديو هنا الوزير الأسبق بدر الحميدي. بالبداية نعزي أنفسنا ونعزيك بهذا الفقد الجلل لحضرة صاحب السمو الأمير الراحل. ما في شك طبعا تعزينا لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الحقيقة والأمة العربية والأمة الإسلامية طبعا لفقدان قائدنا وأميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه إن شاء الله. نعم، يعني شاهدنا قبل قليل في اليوم وأيضا في الأمس توافد يعني البعثات يعني الوفود الرئاسية وأيضا الوزراء في تقديم العزاء بفقيد الأمة في المطار الأميري، خصوصا يعني بما نمر به من جائحة حتمت علينا يعني هذا الأمر. نتحدث عن يعني هذه الدلالة التي أوصلت جميع رؤساء العالم وأيضا يعني برقيات التعازي التي يعني امتدت من الشرق إلى الغرب، اجتاحت العالم من منظمات أيضا غير حكومية ومنظمات حكومية بهذا الفقد لفقيد الراحل صاحب السمو. صاحب السمو الله يرحمه يعني له بصمات كثيرة جدا يعني سواء محليا أو بالدول الأخرى، فلذلك له يعني وقفات جدا 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 مع دول أخرى ودول صديقة ودول عربية ودول خليجية، فما في شك إنه يعني يكون له هذا المحبة والتقدير واللي نشوف الآن إقبال رؤساء وملوك وأمراء ورؤساء دول لتقديم التعازي بهذا لرحيل الأمير. يعني أنا أعتقد له يعني حضور عالمي كبير جدا يعني متوازن يعني سواء في أغطاب جميع القارات يعني موجودة. نعم، وهذا ما أدى إلى يعني ألقاب كثيرة أعطيت لحضرة صاحب السمو الراحل من لقب إنساني، لقب أمير الإنسانية وقائد إنسانية وقائد عمل خير يعني نعم. وأشياء كثيرة الحقيقة يعني بخبرته وإنسانيته وعطفه يعني هذه طبعا قليلة جدا بالنسبة للأمير الإنسانية. نعم، احنا نبي يعني نستغل وجودك معنا اليوم في هذا اللقاء لنستذكر يعني بعض الذكريات التي عاصرتها مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل وقربك منه من خلال منصبك الوزاري السابق. نتحدث هنا أستاذ بدر عن القاعة الأميرية، واحنا نشاهدها يعني مباشرة اليوم وأيضا أمس في التصوير الخارجي، هذه القاعة الأميرية التي استقبلت وفود يعني رؤساء الدول وأيضا الوزراء لاستقبال التعازي لصاحب السمو الأمير نواف بفقيد الكويت، لها قصة معك هذه القاعة؟ طبعا يعني القصة هذه طبعا لما وصول الله يرحمه الرئيس حسني مبارك. نعم، رئيس الجمهورية، فأعتقد كان مسوي عملية برجله ولا يستطيع النزول من الدرج، وحنا ما كانت عندنا قاعة أو يعني مطار أميري، مطار أميري، فتم استقباله في المطار الآخر لأنه يقدر يعني يدخل بدون درج، واستقبله واستقبلناه بالمطار الدولي. وبعدها الله يرحمه التفت إلي يعني فقال حنا يعني لمتى ما يصير عندنا قاعة أميرية يعني تكون حنا باشر يمكن حتى أنا ما أقدر أركب الدرج، رؤساء جو ما أقدر أركب. قلت طال عمرك تب إن شاء الله. وعلى طول يعني صممنا إحنا القاعة هذه اللي متشوفة هذه قاعة الحقيقة يعني متميزة في كل شيء، يعني حتى فيها غرف نوم، فيها استقبالات، فيها صالونات، يعني أوجدنا فيها الحداثة اللي فيها وعملناها بطريقة هذه، يعني حتى كنا طارحينها على طرح مباشر يعني ولا ليست عن طريق مناقصات حتى نكون نسرع في إنشائها. والحمد لله يعني من جاء بعدي كمل الشغل يعني وانشأناه. نعم، تحفة معمارية جميلة في هذه القاعة في المطار الأميري. إذن
يعني بحكم قربك في الحقيبة الوزارية التي كانت يعني كانت عندك في السنوات الماضية، وحكم يعني قربك في اللقاءات مع حضرة صاحب السمو الأمير الراحل، ماذا تستذكر في لقاءاتك الرسمية معه وأيضا غير الرسمية؟ صاحب السمو يعني في كل مقابلة معها يعني يتمنى أن يرى البلد متطورة عمرانيا وتنمويا، وخاصة بالنسبة للبنية التحتية. وأعطيك مثال على ذلك، لما طلب يعني لماذا لا تكون عندنا مستشفيات، فعلى طول طبعا يعني وكان موجود رئيس وزراء الشيخ ناصر المحمد، فقال لازم تشيء مستشفيات يعني زيادة، لأن الشعب قاعد يزيد متطلبات. وهذا أنا أتمنى أن أرى البلد الكويت يعني فيها مستشفيات مسوية. وفعلا تم تخطيط 9 مستشفيات يعني بذاك الوقت مع وزير الصحة والجهاز، ويعني وبعدين تم إجراءه، والآن هي المستشفيات موجودة. من ضمنها طبعا مستشفى جابر، يعني مستشفى جابر هذا مستشفى يعني كان هو بالنسبة له يعني حلم، نعم يعني وجوده وضع هو الحجر الأساس في مستشفى جابر، اللي هو تقريبا يعتبر عن 1000 غرفة، يعني مستشفى ضخم جدا. نعم. يعني كذلك عندك جسر جابر. جسر جابر يا طبعا هو هذا اللي يربط بين ما بين مدينة الكويت الشمال والجنوب. وكان طبعا موقع يعني تنفيذ استراتيجي كبير جدا للكويت المستقبل، وكان هو هذا الحقيقة نظرته. فلما أنا استلمت حقبة وزارة الأشغال، فكان جسر جابر يعني مصمم من شركة هولندية لتصميمه، كان جدا رائع، بس كان موقعه غير مناسب، كانوا حاطينه من جزيرة من صوب الصبية مرورا إلى قصر دسمان، ما بين دسمان وهذا. وبعدين أنا طلبت المستشار وفكرت أن هذا الأمر يعني أنظر للمستقبل، ما أنظر لسنة سنتين 3 سنوات. فكلمت المستشار فقلت له طبعا إحنا الآن نتوقع يعني يوميا وصول من الشمال 80,000 سيارة، فشون بتخليهم يمرون من الدار الأول إلى دسمة وإلى هذا؟ فقال هذه مو مشكلتي، أنا مشكلتي أني أنا أسوي جسر. فكلمت صاحب السمو قلت له أنا ودي أنقل موقع مستشفى أو موقع جسر إلى طريق الغزالي. فقال شنو الأسباب؟ قلت له الأسباب طال عمرك هو الغزالي مرتبط بشارع جمال عبد الناصر والدائر الأول والدائر الثاني والدائر الثالث والرابع مرورا بالسادس مرورا إلى السابع مستقبلا، وهذا بالحالة ما راح يعمل زحمة ويروح من ارتفاق، وخاصة أنه سمنا. وفعلا طلع قرار يعني بمساعدته هو الحقيقة، يعني طلع قرار يعني أنه ينقل هذا، وكل العالم تعجبه يعني شلون ننقل، كانوا عاملين هذا فنقلنا. زيادة على ذلك الحقيقة يعني مشروع جزيرة فيلكة، نعم هذا كان حلم عنده وكان يتابع معاي. تكون مدينة سياحية، جزيرة سياحية؟ لا، هي جزيرة فيلكة عملها الأخ جاسم العون لما كانوا مسؤول عن المشاريع الكبرى، واتفقوا مع شركات قطاع خاص. هي عندها الحقيقة اتجاهين، نعم. اتجاه أنك أنت تحرك الاقتصاد الكويتي زين بالقطاع هذا، وبالتالي تسوي تنمية للبلد بهذا. فكان صاحب السمو الله يرحمه يعني حلمه الكبير أن يرى جزيرة، فعلا تم تنفيذه من قبل مستشارين عالميين. 2850 شاليه موجود كمخطط فيها. كمخطط تنفذ كمخطط، نعم. 2850 شاليه موجود فيها، فيها مجمعات، 3 مجمعات تجاري وريكريشن وحق الأطفال وحق صناعي، وفيها مارينات 3 يعني تضاهي المارينات الموجودة في فرنسا وأمور هذه كلها، يعني تصميم خيالي. بس أفاجئ منه، فطلبني مرة قال لي بدر أنا ما أبي ولا سيارة تكون موجودة بالجزيرة. فقلت له طال عمرك صعبة يعني لازم تكون نقل، قال فكروا في أي طريقة يسمونه. فطلبت أنا الأخوان بالقطاع الخاص فاستعنوا مع مستشارين، فشنو التفكير فيها؟ فعملوها مثل قنوات مائية وتلفريك داخل، يعني أنت قاعد بالشالي تبي تروح المارينا يجيك تاكسي بحري بالقنوات المائية، يعني كان شيء عظيم جدا.
الموكيت ماله كله لما كنا عاوزين يعني خلاص وقررناه بالنفذه وديته له في قصر بيان وشاف الموكيت وكان يعني مبسوط جدا جدا وكان معنا بعض المستشارين الموجودين يعني معاه فقال توكل بدر على بركه الله لكن للاسف تم ايقاف هذا البرنامج هذا المشروع بسبب يعني في عندنا معيقين للتنميه الحقيقيه يعني في البلد وتم إيقافه. زيادة على ذلك كان إرادف للجزيرة بوبيان اللي هو فيلكة بوبيان. بوبيان كانت يعني عملها مستشار هوك هذا الأمريكي مع مستشارين محليين فيها ثلاث منتجعات منتجع طبي ومنتجع شاليهات ومنتجع يعني ترفيهي وعمل خوارير مياه فيها قسائم صناعية قسائم تباع عن طريق المزاد العيني فيها مدخول البلد. عرشون تم إيقاف المشروع هذا يعني كان أمل الحقيقة يعني دائما هو يسألني يسمون لما تشوف عن الطرق المعلقة هذه نعم نشاهدها الآن الطرق المعلقة اللي أنجزت في الآونة الأخيرة الطرق المعلقة هذه يعني طريق جمال عبد الناصر وطريق اللي يسمونه وكانت حتى عندنا فكرة أن احنا نعمل طريق معلق كمان من الفيحيل إلى أول البلد يعني كان يعني يرقب الحقيقة في يسمونه حتى لما استلم الأمارة يعني وكان رئيس وزراء يعني يسمونه ناصر محمد كان يعني يحث ان يعني هالمشاريع هذه لازم تمشي وفعلا يعني تمت المشاريع هذه الحمد لله نتحدث هنا عفوا عن المقاطعة على مشروع القطار الذي دار بينك وبين حضرة صاحب السمو الأمير راحل للأسف يعني هذا القطار كان صاحب السمو الله يرحمه قال لي مرة بدر ليش ما احنا عندنا قطارات مثل العالم اللي هي سوسم طال عمرك يعني انت تامرني وانا اقدر اسمونه بدايه الوقت كان عندي المستشار الامريكي اللي هو نفذ الدائري الاول كنت انا اخليه يطلع على الدائري الاول اللي نشوفه الان اللي هو انفاق وكذا وهذا احنا عملنا المرحله الاولى فقال لا انا ابي قطارات فبدايه الوقت لما كان عندي مستشار امريكي طلبت منه طلب انا فقلت له ممكن انت تسوي لي لي اوت مبسط جدا لقطارات احنا الكويت منطقه صغيره جدا يعني نعم. ما هي منطقه زي فقال إذا تعطيني ثلاثة أشهر هم جهزنا لحنا السيرفين والمساحين وكذا هذا أختصر الوقت عمل طريق يعني قطارات هي من الجهرة إلى الفروانية إلى الفحيحيل وبعدين من الفحيحيل إلى الصفات ومن الفروانية إلى الصفات وإلى الجهرة إلى الصفات مبسط وحنا كنا راح نستقل ما بين الطرق السريعة الهايوي هذا نعمل اللوتس هذه طريقتها يعني مبسط جدا جدا ونستخدم محطات الباص اللي هي محطات القطار نعم. فعرضت على مجلس وزراء ذاك لما كان رئيس وزراء هو وكان موجود المستشار الأمريكي هذا عرض عليه يسمونه حسيت إنه هو فرح في هالمشروع هذا فقال لي أبو ناصر توكل على الله فرفع وزير مواصلات يدينا قال هذه مو شغلة وزير الأشغال هذا هو شغلتنا إحنا اللي شغلها فقلت له أنا طال عمرك أنا هو المهم إنه ينفذ الشغلة هذه يسمونه استقالت الحكومة يا وزير آخر كان يقول إحنا يمكن عندنا نظرة ثانية نروح إسبانيا بدل ما يكون التصميم أمريكي يكون روح إنه إسبانيا يسمونه قلت له أنت عندك تصميم جاهز يا أخي وليش ما تصمم؟ فالحقيقة أنا ماني عارف يعني في إعاقات عندنا كانت يعني طبعاً هم مو خاصين الشيء هذا لكن هم بعيدين عن القرار يعني ما عنده ذاك القرار اللي يعني يكون عنده يعني أعطيك على سبيل المثال المطار نعم مدير المطار المدني طرح مشروع على مجلس الوزراء عن طريقنا حنا اللي هو إنه مستشار فرنسي يعمل المطار بذاك الوقت في 2004 2005 يعني مطار مكتمل الخدمات وأنا أعتقد أن يكون بعد أحسن أفضل من المطار الموجود الحالي هذا فعرض على مجلس الوزراء بتفاصيله بكاملة وكان هم يعني عن طريق نظام بي او تي يعني الدولة ما تدفع ولا فلس مجرد هو استقلال خدمات المواقف كذا فقال توكل على الله فهذا من اختصاص وزير المواصلات فلما راحوا حق وزير المواصلات قال كم تكلفته المشروع هذا كان تكلفته 320 مليون الآن مكلف 1300 وشوي مليار
مليار و300، هو كان تكلفته بيكلف 300 مليون، قال له احنا يمكن نكلفه ب 120 مليون ووقف لي اليوم هذا. فاحنا الحقيقه يعني كان هذا امله هو طبعا، بس احنا خلينا يعني مثلا المياه المعالجه هذه والمنطقه المحميه اللي عملها والافتتاح المياه المعالجه الثلاثي كانت حقيقه هو الهاجس الاساسي ماله، كان دائما 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 يعني يحب انه يرى الكويت تنوي. نعم متحقق، وان شاء الله نعمل خير في المطار الجديد ان شاء الله، اللي هو من وضع اللبنة الاولى ان شاء الله في حضوره في وضع هذه البناء في مطار الكويت الجديد. إذا نتحدث عن أيضا يعني كيف يعني ترى ذهنه في خلال لقاءاتك، وماذا كان يحرص عليه دائما من خلال اللقاءات الرسمية في مجلس الوزراء كنت في السابق، أو أيضا من خلال لقاءاته بعدما استلم دفة يعني البلد؟ شوف أنا عاصرت 3 سنوات كرئيس مجلس الوزراء. نعم. صراحة وليس إطراءا ولا مدحا ولا هذا، كان رئيس وزراء بمعنى الكلمة. يعني إحنا كوزراء، أنا كوزير إشغال وكوزير إسكان عندي مع خدمات الناس كلها لم يتدخل بشغلي مرة واحدة بتاتا، أو خلنا نقول لم يرفع التليفون علي يتدخل بشغلي. هو يطلب الحزم، يطلب العمل، يطلب هذا اجتماعات وكذا هذا، لكن يتدخل بشغلك كوزير لأنه هو لما عينك طلب منك واقسمت انت انك تعمل. نعم. فلذلك يعني كان قدرته وعمله على يعني الانجاز في 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 متابعه عمل وزراء كلهم، يعني هذا يدلك على خبره طويله كبيره جدا. نعم. أيضا كان سمو رحمه الله من الأباء المؤسسين للديمقراطية الكويتية، كيف ترصد ثقل هذا الإرث السياسي الكبير التاريخي الذي كان يجسده رحمه الله؟ هو الحقيقة يعني يتبنى الديمقراطية ويحب الديمقراطية، والدليل على ذلك يعني على زمان رحمة الله عليه الشيخ جابر لما كان يبون حقوق المرأة أنها تكون تقر يعني. نعم. وكان هو مصر الحقيقة على هذا الإقرار، يعني تعرف أنه كان هذا مر على المجلس مرتين يعني أو مرة هذا، لكن إصراره على الديمقراطية إيصال المرأة إلى 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 مجلس الأمة كان إصرار كبير جدا كان وقتها هذا. فهذا دليل على أنه يعني يعيش في الديمقراطية ويعشق الديمقراطية، لذلك كان يحافظ على الدستور وأمور هذه كلها يعني. نعم. أيضا يعني سمو الأمير مثل ما ذكر كان من أشد المدافعين عن النهج الديمقراطي مثل ما ذكرت قبل قليل، كيف السبيل إلى الوفاء لإرثه السياسي والوطني الكبير بهذا المجال؟ يعني رحمة الله عليه أنا أعتقد لن يكرر يعني. نعم. يعني بسياسته وبحنكته وقدرته على حل المشاكل. انت كما تعلم الان هو طبعا اكثر من نحوه من هذا، انه يعني ذهب عندنا الشخص المفكر، يعني الشخص الذي يعني دائما يعني هو يكون سباق للعمل الخير، لعمل الانسانيه، لعمل يعني التواصل ما بين الخلافات الدول والامور هذه كلها، بدول مجلس التعاون الخليجي، بدول العالم العربي، بالاسلام، بجميع مراحل تسمونه. فكان الحقيقة يعني نبراس كبير جدا يعني في درب. نعم. نتحدث هنا على في أيام حقبتك لوزارة الإسكان، ما كانت المشاريع التي يعني كانت تهم سمو الأمير والتوجيهات لكم خصوصا في القضية الإسكانية في ذاك الوقت؟ نتكلم هنا عن المدن الإسكانية التي يعني وجهك صاحب السمو رحمه الله على تنفيذها. يعني أتذكر لما جيت عليه وقلت له طال عمرك احنا راح نسوي افتتاح ونضع حجر الاساس لمدينه جابر. انبسط على فصادف انه كان رئيس الامارات موجود
بزيارة علي، كان يقول لي عيل حنا خلنا نسوي الاحتفال هذا مع رئيس الإمارات. وفعلا عملنا الحج وضعنا حجر الأساس في حق المدينة الجابر اللي هي تقريبا 8550 وحدة سكنية. نعم. اي وكان جدا يعني تشعر انه هو مرتاح جدا لهذا الحدث، ووجود رئيس الإمارات انه يعني يبين لان حنا شلون طريقة يعني الإنشاء الوحدات الإسكانية للمواطن الكويتي يعني بتفاصيلها طبعا بسعه المنزل بسعه كذا، هذا فهي هذا عباره يعني فخر كذلك لعطاء دوله الكويت للمواطن الكويتي اللي يعني يستاهل العمل هذا. نعم. يعني انا عندي نقطه الحقيقه، مدينه المطلع إذا اتسع الوقت لي يعني مدينة المطلع لما حنا يعني هذا وهو ذاك الوقت كان صاحب أمير البلاد، فبلغت أن حنا البلدية يعني أخذنا منها منطقة مدينة المطلع، وهذه إن شاء الله راح يكون فيها 22,000 وحدة سكنية. فقال هذا شيء مضبوط زين كويس تمام هذا وقوموا فيه. قلت له ان شاء الله طال عمرك احنا راح نقوم فيه. انا فكرت في طريقه معينه لان جربنا في مدينه جابر المقاول المحلي، وجربنا في مدينه سعد المقاول المحلي، مع ان في انجازيه وفي هذا، لكن احنا ننظر الى سرعه الانجاز. فحنا قررنا نطرحها في شركه عالميه، شركه عالميه امريكا اوروبا وكذا، هذا اللي هو يعطينا مدينه متكامله الخدمات ب 22,000 وحده سكنيه. كنا غابة غوسين وعدنا طرحها، بس صادف أن للأسف يعني في 2006 استغالت الحكومة وأنا طلعت من الوزارة، فيعني بعض اللي هم ما يحبون يعني يكون المشروع مكتمل هذا يعني طلبوا من وزير الإسكان ما اللي جاء بعثي قال لا إحنا ما لازم نطرحها شركة عالمية، لازم نسويها شركة وشارك فيها المونا يعني دورة مستندية ودورة كذا. وتمت إلى الآن إلى أن طرحوها حق شركة صينية بعدين يعني عقب 10 سنوات 12 سنة من هذا الأمر. يعني أنا بتكلم أقول في عندنا يعني كانت للأسف في يعني صاحب السمو الله يرحمه وطيب الله ثراه كان عند الرغبة أن يرى جميع سمونه مدينة صباح الأحمد. احنا يعني انا بنفسي يعني اللي اسستها في لما كنت في مجلس بلدي لما جبنا مهندسين من الجامعه ومهندسين بلديه وخططناها وصنعناها بتخطيط مدني كامل اللي هي خدميت يعني الخدمات يعني تخدم نفسها بنفسها. بس للاسف يعني من طرح بعدين يعني القصايم يعني حجموها الطرق حجموها اللعب. يعني كانت يعني مدينة يعني لو تم تنفيذها على حسب مخططاتها كانت يعني مدينة جبارة. نعم المدن الإسكانية قادمة إن شاء الله، ويعني مدينة المطلع نستبشر فيها خير إن شاء الله قادمة بإذن الله قريبا. نتحدث هنا عن الشأن الاقتصادي، يعني تصنيف يعني بورصة الكويت وتحسين بيئة الأعمال أيضا وتكريم أيضا البنك الدولي، هذه المحطات كانت في عهده رحمه الله في سجل إنجازات سموه رحمه الله. ماذا تقول في هذه المحطات الثلاث؟ هو الحقيقة يعني له يعني يظهر أهمية قصوى جدا بالاقتصاد الكويتي يعني ويعني وإن لم أقول يعني يوميا يعني يسلمون تقارير عن الحالة الاقتصادية خاصة بسوق الأوراق المالية. كما تعلم سوق الأوراق المالية تطور يعني من 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 أسواق، وأنا عاصرت هذا السوق يعني تطوره حيث كنت عضو باللجنة سوق الأوراق المالية العليا. فيعني رحمة الله عليه من متابعته الأساسية للاقتصاد الكويتي وتنميته مع التجارة مع دائما يسعى ويطلب هو إلى تقصير الدورة المستندية وفتح المجال للاقتصاد وفتح المجال للقطاع الخاص وفتح المجال لكل الأمور حتى يكون الاقتصاد الكويتي مبني على أسس سليمة
مو مبني على بس مجرد مدخول اللي هو مدخول البترول، دائما اسمعها منا يعني يجب ان نكون احنا نعدد الايرادات، يعني ما نعتمد على بس مدخول البترول، نعدد الايرادات المحليه والاقتصاد والامور، فكان له حضور كبير. هذا من اهم النقاط اللي ذكرها صاحب السمو رحمه الله، هو اشراك القطاع الخاص، كان واحدا من اهم الاهداف لديه رحمه الله التي سعى اليها لاعطائه مساحه كبيره في الجهد التنموي الوطني. يعني فيعني كيف كانت هذه المحاذير والامال في فكر سموه في هذا الجانب؟ لا بالعكس، يعني انا كما اشرت وبلغتك ان يعني هو له طموح اقتصادي كبير جدا، وكان يامل ان توصل الكويت الى مصاف الدول العالم الاقتصاديه، سواء بالنسبه لسوق الاوراق الماليه، النقد، التجاره، العقار، الامور هذه كلها. لدرجه ان يعني سفره لما كان رئيس وزراء الى شرق اسيا واطلاعه على جميع الشركات المتواجده والمصانع الموجوده، وبعد ما اجى عمل لجنة من مع غرفة التجارة والصناعة ومجلس الوزراء لهذا حتى يعني يطور القطاع الخاص، بس ما كان أحد يعني اللي يقدر يعينه عليه هذا. يعني إحنا كنا نحتاج إلى ناس معاه أصحاب قرار يعني ينظرون إلى العملية هذه. كانت رغبته صاحب السمو الله يرحمه هي كمان. نعم، الكويت مركز مالي وتجاري، كان هذا عنوانه الكبير لرحمه الله، والذي تجسد في رؤية كويت جديدة 2035. فما الذي يعني ما الذي كان الدافع لسموه رحمه الله ليكرس جهده ووقته الكبير لهذا الطموح، كويت آفاق جديدة 2035؟ من الطبيعي يعني يكون موقع الكويت الاستراتيجي الموجود يعني، وخاصة كانت يعني من الزمانات الأول، والكويت هي من عاصرت التجارة والتجار وسفرهم إلى الخارج والأمور هذه كلها. يعني الاقتصاديات الموجودة عند صاحب السمو ومطلب الأساسي بالنسبة للتجارة وبالنسبة لهذا مشاركة القطاع الخاص في الأمر هذا كان هاجس ماله. لكن يعني حسب الرؤية الموجودة أن تكون مركز مالي، يعني في عدة محاولات يعني أن تكون الكويت هي مركز مالي، ولا تزال موجودة هذه المحاولة إن شاء الله يعني بزمن صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، إن شاء الله تستكمل مسيرة صاحب السمو وتصبح هي الكويت مركز تجاري. إن موقع الكويت كما أشرت ميناء مبارك اللي هو أصر يعني لما كنا موجودين يعني عملنا، وتم اختياره يعني حتى عرضت عليه أنا المستشار هوك عمل موقعين في جزيرة بوبيان الشرق وغرب، فالمستشار اختار الغرب وقال توكل على الله، وتم التصاميم، والآن أعتقد أنه على سبيل أنه ينتهي. يعني هذا من ضمن أن تكون مركز مالي الكويت كبيرة زيادة على صغرى ورملية اللي وصل مراحل الآن إلى العالمية. يعني نعم، نتحدث عن عبقرية سموه رحمه الله هنا التي تجسدت في ثنائية التنمية والإنسان كأساس وهدف للتنمية. كيف ترصد ركائز هذه النظرية من دعمه لتنمية أيضا الشباب وأيضا تنمية الإنسان هنا للكويت؟ يعني أعتقد للشباب له عنده هو دور كبير جدا يعني. نعم. مهم 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 جدا يعني دائما 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 يعني احنا لما كنا معاه بحقبته سواء في كاميرا يعني مجلس وزراء اللي نلتقي يعني شبه يوميا واسبوعيا، دائما يسعى الى يعني حطوا بالكم للشباب، طوروا الشباب، عملوا لهم. لذلك جاءت المشاريع الصغيره والمشاريع المتوسطه لتنميه الشباب، حتى لا يعتمد الشباب على وجوده بس بالعمل الوظيفي بالهذا، هو له نظره ان هذا الشباب لما يعني يعمل بالقطاع الخاص او يعمل بالتجاره حره صغيره يعني في هذا يعني يتحرر من قيد الحكومه ويتحرر هذا، وبالحاله هذه يكون عندنا اقتصاد مبني على اسس سليمه.
وليس اقتصاد مبني بس مجرد على غطاء الحكومي. فهذا كان فكان يتكلم. ولذلك شفت انت المشاريع اللي عملوها بالنسبة لمساعدة الشباب في القروض, فهذا الحقيقة كان يعني اهتمام كبير جدا بالشباب خاصة بالنسبة للرياضة. يعني الرياضة تعرف أستاذ جابر لما 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 تم تنفيذه يعني, هو وضع حجر الأساس صحيح. يعني وفي كرة وقع عليها يعني وقال نتمنى نشوف شورى إن شاء الله وأنا موجود إن شاء الله راح تشوفه إن شاء الله, فعلا يعني حضر الافتتاح. فكان عنده يعني رحمة الله عليه النظرة يعني شباب لأنه يهتم بالمواطن الشاب. حاشة الحقيقي الشباب ما يحب يرى الشاب يعني عاطل على العمل, ما يحب الشاب ما عنده يعني قدرة على الاستيعاب. بالعكس هم الأساسي هذا الشباب الكويتي لأنهم المستقبل. صحيح, خصوصا ان الكويت يعني النسبه الاكبر فيها شباب, وهذا ما تجلى في خطاباته الاميريه خصوصا في يعني وضع الجوائز التحفيزيه والابداعيه للشباب, وايضا حتى تقديم يعني المساعدات, وايضا دفع الشباب مثل ما ذكرت الى العمل في القطاع الخاص لتحريره وايضا لابراز ابداعاته اكثر ولينطلق حتى ايضا من الكويت وحتى الى العالميه. صحيح, نعم. إذن مشاهدينا نقف الآن بعد هذا الفاصل ونعود مجددا لاستكمال الحوار. تبصروا فيما يحدث غير بعيد عنا, ولنحمد الله على ما أسبق علينا من نعم الأمن والأمان والاستقرار والسلام والطمأنينة والهدوء والرخاء والعيش الكريم, ولندعوه جلت قدرته أن يحفظ الكويت لعهدها دار أمن وأمان ويحميها وأهلها من كل مكروه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. عودة مجددا لكم مشاهدينا ومع ضيفي الوزير الأسبق بدر الحميدي, وجدد الترحيب لك مجددا. يعني ذكرنا قبل الفاصل عن دعم سموه رحمه الله في الشباب, وأيضا يعني في جميع خطاباته هنا يذكر الشباب, وبالفعل الشباب هنا يعني النسبة الأكبر للشعب الكويتي, وهم يعني ركيزة المجتمع التي سوف تنطلق إن شاء الله في المستقبل. يعني بادرات كثيرة من اقتصادية وأيضا رياضية وأيضا حتى معرفية. يعني صاحب السمو رحمة الله عليه طيب الله ثراه مثل ما قلت لك يعني هو دائما يعني لما يعني تكون بقرب منه يعني وخاصة لما اجتمع أنا معاه في المكتب يعني يظهر لك إنه يعني عنده رغبة في تطوير البلد. يعني مثل ما قلت مثل ما تفضلت يعني الشباب الاقتصاد الاجتماعي خاصة بالنسبة لدور التعليمي في الكويت يعني كان هاجس عنده كبير جدا. لذلك لما وضعنا حجر الأساس وضع حجر الأساس في على زمن وزير التربية رشيد الحمد الله يذكره بالخير في 2004 وضع حجر الأساس الجامعة في شدادية ولم تنفذ إلا بعد يمكن 12 سنة 13 سنة بدأ بتنفيذها. يعني رغبات عنده يعني عنده طموح انه يعني يرى يعني تشوف تحس انه هو فعلا يعني يطلب منك ما يطلب منك المستحيل كثر ما يطلب منك انه انا ابي اسوي شيء للشباب, ابي اسوي شيء للبلد, ابي اسوي شيء للوطن, ابي اسوي شيء لشيء يعني لابناء البلد. فالحقيقه يعني
بملازمته الأربع سنوات هذه معاه يعني عن قرب جدا يعني تشعر فيه يعني إن يعني عنده يعني فعلا أنجز يعني. نعم نعم بالتأكيد. وطور وأنجز يعني هو أنا خاصة أنا بالنسبة يعني أعطاني الصلاحيات الكاملة يعني قراراتي وأصحاب وصاحب قرار يعني أنا كنت أخذها من قوته من دفع من معاه معنوياته وهو يدفع علي. نعم أغلب المشاريع اللي ذكرتها اللي كانت في خاطر سمو رحمه الله تنفذت لها الحمد في الواقع الآن في جامعة الإشدادية وأستاذ جابر وأيضا مستشفى جابر كلها تنفذت وموجودة على أرض الواقع. نتحدث عن صرح كبير لمستشفى جابر أكبر مستشفى تقريبا في الشرق الأوسط في عدد أسرة ضخم وأيضا جامعة الإشدادية أيضا الضخمة هذه وأيضا يعني في هذه المنشآت وأيضا الطرق التي ذكرتها من تطوير وما إلى آخره. لكن أيضا نستغل وجودك معنا وتسعفك الذاكرة خصوصا مع لقاءاتك الكثيرة مع توجيهاته الخاصة لك في بعض الأحيان، ما هي الذي ترن في إذنك حتى لغاية الآن؟ أنا والله أذكر مرة يعني دخلت عليه في خرائط مشاريع يعني دائما هو يعني أجيب الخرائط مشاريع يعني الموجودة بالهذا وينبسط فيها يعني حتى يكون يعني هذا، فدائما يقول لي بدر يعني أتمنى إني أنا أرى هذه المشاريع يعني 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 قصد إن يعني يشوف المشاريع هذه موجودة. طال عمرك إن شاء الله يعني تضع حجر الأساس أنت هذا لا، وفعلا يعني وضع حجر الأساس حق كثير من المشاريع يعني الموجودة عندنا. فهو دائما 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 علاقته مع الوزير علاقة يعني علاقة ود واحترام وتقدير. نعم. يعني ما تشوف منه يعني المكابرة أو يعني أنا خاصة يعني أنا علاقتي أو مع زملائي الموجودين يعني. نعم. ويعطيك الحرية في 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 الكلام المباشر يعني مو شرط انك انت يعني لما يعرض على في مجلس وزراء موضوع معين يعني وانت عندك وجهة نظر يعني يشجعك على انك تقول وجهة نظرك، مو بس يعني ما تقول وجهة نظرك. وكثير من المشاريع وعرضنا وجهة نظرنا يعني بسواء انك ان هذا مشروع نعمله كذا، فالحقيقة كانت توجيهاتها هي اساس بالنسبة لي انا يعني وساعدتني الحقيقة اني انجح في عملي وبعد ويعني والمشاريع والإنجاز المدن الإسكانية والأمور هذه كلها الحقيقة يعني يتم. بس آخر شيء لما أعطاني وزارة الإعلام كذلك. نعم. يعني هذه لم تكن في حسباني أنا موجودة. كلفك فيها. نعم. إيه ما كانت حسباني موجودة لأن أنا وزير الأشغال وزير الإسكان ومن ثم سلمني وزارة الإعلام بالوكالة حتى يكون أسبوعين وتم 8 أشهر بأمر من صاحب السمو كان هو صاحب السمو أمير. نعم. نعم يعني معروف عن رحمه الله صاحب السمو الابتسامة المريحة للنفس، اشتهر بهذه الابتسامة. عندما يعني يطلب منك التقارير خصوصا بحكم منصبك الوزاري في استقبالي لهذه التقارير والملاحظات، هل فقط يعني يكتفي بهذه التقارير والملاحظات أم يعني يبدي سؤال عنها وأيضا يأخذ ويعطي في جانب التقارير التي تسلم إليه خصوصا في مجلس الوزارة؟ لا ما تتصور شلون ما شاء الله يعني يا رحمة الله عليه دقيق وذاكرته قوية يعني دقيق في مناقشة المشاريع سواء كان جدول الأعمال أو المشاريع المطروحة أو المشاريع اللي تجي من لجان الاقتصادية أو المشاريع اللي هي مطروحة من مجلس الأمة وتبيت وهذا يعني مو بس رئيس مجلس وزراء كان موجود كان مطلع على الصغيرة والكبيرة يعني. فلذلك أنا أستشعر أنه كان قارئ جيد لجدول الأعمال ما مجلس وزراء بس يعني طريقة تسمونه لا كان يناقش الوزير في مشروع معين يناقش عملته كذا في مشروع الأسبوع الماضي كان مطروح في كذا. فالحقيقة يعني هذه كانت عنده ميزة فلهذا هو كان متميز بقدرات رحمة الله عليه بأدائه بتفاعله بحل مشاكل الأمور هذه كلها عنده قدرة يعني الخبرة العملية اللي بدأها من صغر سنة
الى 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 وصوله. يعني هذه يعني نبراس تكون يعني موجوده عنده فكر. خبره دبلوماسيه التي قضاها في وزاره الخارجيه اعطته الدافع الاكبر في هذا المجال. اذا في وصلنا يعني الوزير السابق بدر الحميدي الى ختام هذا الحوار، ماذا حاب ان توصل رساله اخيره في هذا المصاب الجلال التي يمر حاليا الحزن عليها في البلاد؟ أنا أقول أولا رحمة الله على أميرنا أمير الإنسانية طيب الله ثراه، وأتمنى من قلبي لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وكما عملت معه وعرفته عن قرب، فهو بإذن الله يكون صاحب قرار ويعين الله سبحانه وتعالى اتخاذ القرارات. أمامه يعني مرحلة صعبة جدا نعيشها إقليميا ومحليا، وخاصة يعني الوضع الاقتصادي الآن اللي مر فيه. إحنا طبعا هو هذا الوضع الاقتصادي يعني حتم علينا، نعم، يعني بانخفاض البترول. وأعتقد أن صاحب السمو ترى لديه الخبرة كذلك، حسب ما اطلعت عليه أنا وبقرب معه، أن عند القدرة باتخاذ إجراءات سليمة إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى راح يعينه على اتخاذ القرار السليم إن شاء الله اللي تنهض الكويت إن شاء الله وتعود كما كانت في السابق إن شاء الله. اللهم أمين. هو فعلا خير خلف لخير سلف. إذن كل الشكر لضيفي في الاستديو الوزير السابق بدر الحميدي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم أمين.